انا بتفق مع حضرتك جدا، ويمكن ده السائد فعلا عندنا تحديدا من قبل المتابعين والجماهير. الناس لسه ما حدش قادر ينتقد قوي اداء كيروش ولا يدعم قوي اداء كيروش، لان احنا لسه في يعني منطقه الوسط، احنا مش عارفين نحدد، احنا مش قادرين نفهم. في ناس شايفه ان ورا الشغل اللي بيحصل ده شغل هيبقى محترم جدا جدا، وفي ناس بتقول لا احنا لو استمرينا كده احنا رايحين في داهيه. يعني باجي لحضرتك المصطلح اللي اتقال يعني منتهى الشفافيه. بالظبط فعلا، وحقنا ان احنا نبقى مش فاهمين، ان احنا زي ما حضرتك قلت شفنا توظيف للعيبه مش في اماكنهم، المهاجمين بقى وينجات، ناس بتنزل، يعني علينا وعليه علامات استفهام في التوقيت ده في المكان ده. ف يعني مش عارف هو يعني مثلا يعني هو عنده قناعه مثلا دلوقتي مصطفى محمد مش موجود بيوظف محمد شريف برضه كجناح ليه؟ لان هو برضه عنده قناعه ان 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 مكان رقم 9 المهاجم المحجوز لمصطفى محمد، فبيدي فرصه لمحمد شريف عايز يبقى وفي وقت من الاوقات موجود مصطفى محمد، وعايز يستفيد برضه محمد شريف، وعايز مع محمد صلاح، ده الثلاثه اللي قدام اللي عايز يستفيد منهم، الثلاثه اللي بيعرفوا سهل قوي ان محمد شريف هداف، مصطفى محمد هداف، محمد صلاح هداف، في اوقات مثلا مرموش يخش معاهم. فهو مقتنع ان مثلا محمد شريف كل الشعب عمل الجماهير كلها تقول لا محمد شريف مهاجم، محمد شريف مهاجم، محمد شريف هداف الدوري وبيلعب في مركز راس الحربه، لكن هو عنده اقتناع ان يدي محمد شريف جناح، هو عنده بس محمد شريف اصلا كان بيلعب جناح أكيد قبل ما يبقى مهاجم أكيد بس أكيد حضرتك شفت بس يعني نجح محمد شريف نجح فين لما بقى مهاجم بالظبط كده. ما هو ده اللي احنا بنتكلم، ما هو ده هو انا بقول لك برضه قناعات، اي مدير فني عنده قناعات معينه، اي حد مهما يكلمه فيها هو شايف كل ربنا بيدي كل واحد عين يشوف بشكل مختلف، انا بشوف اللعيب ده بشكل مختلف، ده بيشوف اللعيب بشكل مختلف، هو شايف ان مثلا لعيب معين مثلا الناس كلها لازم تاخده المنتخب، لازم تاخده المنتخب، هو شايف مثلا ما ياخدوش المنتخب، وجهه نظره. فالعين بتختلف في الاراء، وعين تختلف في التقييم، هو بالنسبه له ده عنده ثقه في شغله اكيد، راجل السي في بتاعه هو واضح جدا ان هو واثق جدا، حتى من التصريحات الصحفيه بتاعته بعد كل مباراه هو راجل بيتكلم بمنتهى الثقه، يعني ما بيطلعش يقول مثلا اي حاجه تدل على ان هو شاكك في قدرات المنتخب، هو دايما بيتكلم ان احنا قادرين على الفوز، احنا ما عندناش اي فكر تاني غير او اوبشن تاني غير ان احنا هنفوز، احنا داخلين عشان نفوز، دايما بيتكلم بالمنطلق ده وما بيردش على الناس اللي بتنتقد خالص. يعني ده برضو فكر، ما هو ده طبيعة الراجل اللون الأجنبي سيستماتيك أو بيتقال يعني أجنبي، ما بيفكرش، عنده هدف معين. ما هو ده عشان كده المدرب الأجنبي بينفع في النادي الأهلي، نادي الزمالك، ومنتخب مصر. ليه؟ بيبعد عن كل تأثيرات السوشيال ميديا. لو مدرب مصري مثلا هيقعد هتلاقي ضغط في الاعلام في البرامج التلفزيونيه، ده مع كابتن حسام طبعا يعني حصل في البرامج التلفزيونيه في الجرايد في كل فوق كل تك 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 بيتاثر. اوعي تفكري لحظه ان اي مدير فني مصري ما بيتاثرش، لكن المدرب الاجنبي ما بيوصلوش حاجه، ما بيقراش حاجه، ممكن حد يوصله بشكل معين حته صغيره بس، لكن هو ممكن يقول له ايه، خلي بالك الشعب المصري ما عندوش بديل غير الفوز، فبيتكلم تملي للفوز. لما بيغلط مره مثلا يقول لك ايه، اصل احنا بنشتغل هنحقق المستحيل، قال مره الكلمه دي خلت الشعب المصري يقلق، ايه هو المستحيل؟ لا احنا مش مستحيل، احنا لا نوصل كاس عالم سهل جدا. احنا فكل كلمه دلوقتي في السوشيال ميديا بتتفسر للاسف بيبقى ليها ضرر اكتر ما ليها فعشان نفع، فعشان كده كل كلمه لازم تتقال في حد او ماسك مدير فني، ماسك حاجه مهمه، او ماسك هو رقم الهيد، لازم يخلي باله من تصريحاته جدا جدا جدا، لان دلوقتي في برامج بتتعمل عشان كل تصريح بيتقال، ويفضل يتحلل التصريح ده ايه، ويفضل يتحلل هو قصده ايه وهو فكره ايه، فكل كلمه لازم تتقال في وقتها، لازم تكون بشكل معين.